لا 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 لا، ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش. واش هذه سعاد ولا وحده اخرى؟ سعاد تمجدت علينا بزاف، سعاد عليتي 16 بزاف معانا. السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتوما والناس العزاز عليكم. هذا الفيديو ما غنطلبكمش على اللايكات، ولكن غتكثروا لي اللايكات، بغيتكم تسمعوا سعاد كيفاش تمجدات. سمعوا سمعوا، ممكن ولا انا عارفه غتخرج دابا تجاوبني، وهو حظك حشكو. عزك الله ودي سعاد، قابل انك علي قلتي. اعتذر منكم والله، لا كنعتذر منكم ولا عزاز وغاليين. والله راكم عارفيني انا انت عزيزه لايفاتي ولا وغاليه. فيديوهاتي ما كنخسرش الهضره، اييه والله ما كنخسرها. هاد السيد خلاني نقول هاد الكلمه، سمحوا لي، مسامحة سمحوا لي بزاف، سمحوا لي يا ودي، نعتذر مسامحة منكم. كملي. عادي نجاوب هذاك منفوخ الشطاق. شي معيار عند السعادة، ما يمكنش هاد الفيديو غتموت بالضحك. كسلو دايرها، غير هي كتعيط فيه. فيديو كسلو دايرها. مرة شكون هو؟ كتبقى حزاق وكتبقى خراز، ديتك خراز. قلت لي كتبقى حزاق وخريز. سمعوا سمعوا مزيان، وعدت لبيك في حبيب بيس، انا ديتك خراز ودرت لك الشان والقيمه وعليتك، ايه وان باذن الله ربي هيهبطك وهيرجعك لاسفل السافلين باذن الله على داكشي اللي درتي. فعلا داكشي اللي درتي لبنتك، خليه الاذى اللي اديتيني الله لا يخلصك عليه، داكشي اللي كاين الله لا يخلصك عليه. اما الاذى اللي اديتي بنتك وعنجيب الحق ديالها، واخا انا راني صافي نفيتها من حياتي، من لا ميموار ديالي نفيتها، يعني سميتها غنجيب حقها. داكشي اللي كاين، ما تسكتيش على حقك، تعاقب عليه حيت انت، حيت انت انت انت. سمعوا سمعوا السعاد كيفاش كتقول لي انت مول فعلا، انت مول فعلا، انت مول فعلا، ومتاكده من راسها. سمعوا، هو ما يكون غا هو، متفق معاك السؤال. وما زال كنأكد على هو 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 ثم هو ثم هو. يلا وعادي نجاوبك السي الثق. حاجة الشيء ديك الاسم خسارة فيك، ديال الاسم اللي راك مسمي به، خاصك عيطولك. اش عيطولي؟ سميوك شي سمية بحال هذاك الاسم اللي تسميتي وراك محطوط في الحالة البدنية به. اش بغيتي انا نسميه ولا لا سعاد؟ قولي شي سمية من عندك، اكثر من المفرقع، اكثر من الديوتي، اكثر من الباشا حمو، اكثر من الشارب واكل حم بناتو. قالك هو غيدير لنا فاقام وعاد يجيبها باش يحسوا بان باهم، بان باهم المفرقع راح كيحس بيهم، وعيدير لهم وسط شهور حنيني ما شفتي لهم حتى حاجه. فعلا جبتي لهم 500 درهم النفقه، دابا دي 6 شهور وباغي تجيب لي السعاد والنفقه. وبقى عندهم فاش كيقولوا النفقه، حنا عندنا النفقه كنقولوا الحنه، النفقه ولا السعاد ياك ماشي بان باهم. كنت كتعرف الابوه كرة كل 15 5 جوغ تجيب لهم النفقه ديالهم ديال 15 يوم، حتى 15 يوم اخرى تجيب او لا شهر لحاجه. شتي السعاد كتهضر لكم بالفرنسي، ما كاينش وكلامه والله الا كلامه كله معقول، اللي كيقولوا حمقى راه هما 36. المهم الا ما جبتيش ديال الشهر جبت 15 يوم، جبتي المهم داكشي على حسب النفقه اللي غتجيبها. على حسب النفقه، جيب فيها القرنفل والورد والحنه. النفقة ودي سعاد النفقة. الله تشوفوا سعاد تمجد عليه بزاف. سمعوا قرطاس راه كاين على القناة. انا كنبروفيتي في هذا الموضوع هذا وكنستغل، وكيجبني الله انا في موقف قوة. لا انت هو اللي في موقف قوة، ابو حنوكة بو بومبون. قلت لك تريد موقف قوة بيتبول، حلاك بيتبول انت هو اللي موقف قوة. بيان سيغ نكون في موقف قوة. تي سعاد راه تمجدات بزاف، سعاد راه ما بقات ساهلة 5 جوغ بيان سيغ، شوية غدوي بلونجلي. عاود تسناو مع سعاد الحلقات،
طلعت 16. كان جاوبك بيان سور نكون في مواقف قوة بيان باش سور. نواجه هاد الحياة هادي ونواجهك انت ونواجه الامثال ديالك ها اللي فين. عندك حسابك راك كوني مرا، كوني مرا ما تسبتيش بحسبش. ليه، كوني مرا، كوني مرا ما تسبتيش ليه، كوني مرا سعاد. دابا عاد سعاد اللي كنعرفو. زيدي حيت طلعتي على ظهر لالاك سعاد، فعلا طلعتي بالهضره فيا وبالاساءه فيا، وعاد تهبط عاوتاني بالذنوب اللي درتي فيا وبداك الشيء اللي درتي في بنتك. ان شاء الله وباذن الله كلشي باذن الله. هادشي اللي كاين كتصنت لي دابا سعاد غتجاوبو. قالك انا شديتو من داك القضيه ديال النفقه وعادي ندير فيه ما بغا، زعما هو درت ستيلو ورقه وبقيت نكتب. شوف حنيني، سيف عليك تجيب لولادك، دز منك، سيف عليك تجيب لهم النفقه. هاي قالت النفقه، سيف عليك داك الشيء حيت انا ماشي جبت لكم دار با. بصح فعلا بزاف عليك باش يكون عقلي موسخ. قالك انا عقلي موسخ. سعاد ديرها مع الورقه والستيلو بحال منحنى، كتطيب داكشي وكتصنت وكتجاوبو. بزاف عليه باش يكون عقلي موسخ، هو اللي عقله وسخ، هو عقله وسخ، وسخ اليوتيوب، وسخ الصوره ديال الاسره المغربيه. والله ما كذبتي، فعلا فعلا كلامك كله صحيح، كلام سعاد كله صحيح، وسخ الصوره ديال الاسره المغربيه. ديوتي الشماته ديال الخلا هكا قال لها سعاد. قال لك ماشي هكا تكون الامور، الامور عاد تكون كيف ما بغى هو. ياه دابا انت هو. اصبر اصبر نكمل. فرعون قد انت هو فرعون. سيدي قال لك بعد النقطه الاولى هي علاش كنخاطب داك نص البلاصه ديالو. اها نخاطبها حيت نتوما الاولى هاجمتوني، نتوما الاولى بديتو والبديء اظلم. نيشان انت ملي كنتي كتحطها وتهضر فيا كان عاجبك الحال، كتصفق يا الشيطان. ومني انا كنخرج خاصكم تشوفوا سعاد كيفاش هضر، راه كيمكنش داك الملامح ديال وجهها كامل كتهضر بهم، تقول لي ياك الشيطان. دراسي علاش كتجبدي يا بنه؟ وين جبدها؟ حتى هي جبداتني فعلا. هذيك نص بلاصه ديالك هي اللي عندها العلاقه بالموضوع. قالك علاش كتجبدي لي مرتي؟ واش من موضوع هي داخله في هادشي هذا؟ هي عندها علاقه بالموضوع قوي فعلا، هي المسيره وهي المدبره. هذاك الشيء هي بتقرب من الحرام، هذيك السريعه كلشي من تحت راسها. نهضر هضري، عندي حق نهضر، دافعي على حقك. والله جات ما جدت، انا ولكن كنخاف من سعاد كتخلع. قالك علاش مدخله لبنى؟ كنقول جيبي لي وجيبي لي. اه واحد لبنى كتخدم عليا واحد. ودابا طحنها المخ، ودابا انا كنشكر شريكتي كنقول لها كتخدمي لي على ولادي. ماشي عيب، ماشي عيب، كتخدم لي على ولادي وكدير لي من حقك. هي بغات غير بوكريشه وبغات تديه إيه؟ وانا عاوتاني ما عنديش غرض في بوكري. تصب بنته، انا بغيت غير مصروف لولادي ومستحقات ديالهم. من هي كدير المجهود القوي باش تخدم على ولادي شكرتها وقلت لها من حقك تشوفها سعاد، وصيفطي لي هادي وعندك تنساي داكشي. عاد راه نسيت بزاف المسائل، نسيت القهوه، نسيت اتاي، نسيت سميتو. قلت لك نسيت القهوه ونسيت اتاي. شوف سعاد تمجدت بزاف، تحيه لسعاد جوهره مغربيه من هذا الفيديو. هذا الفيديو بغيت نديرو نضحك معكم شويه ووريتكم الشونتي، قدر على الشونتي اللي وريتكم مع سعاد. شوفوا سعاد كيفاش تمجدات، اعطي سعاد ما كاين على القنابل والبارود. تحياتي لكم مشاهدي الاعزاء.